عقد المهندس طارق قبيل وزير التجارة والصناعة اجتماعا موسعا صباح اليوم لمناقشة موقف المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني. شارك في الاجتماع ممثلين لوزارات الخارجية والتعاون الدولي والنقل والكهرباء والاتصالات والإنتاج الحربي والاستثمار والإسكان والبترول، بالإضافة إلى الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. وقال إن المشروعات الصينية قيد التفاوض تستهدف في المقام الأول تحسين الخدمات في عدد كبير من قرى ومدن الجمهورية، كما تستهدف خلق الآلاف من فرص العمل، فضلاً عن تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن التزام الحكومة بدعم كافة المشروعات الاستثمارية من خلال تحسين مناخ الأعمال قد أعطى ثقة كبيرة لكافة المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في السوق المصري. وأشار قبيل إلى أن هذه المشروعات تعد انعكاساً للعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والصين، والتي تشهد حالياً تطوراً كبيراً، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين مطلع الشهر المقبل، للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين والذي تشارك فيه مصر كضيف شرف القمة.